يمكن إغلاق الكاميرا من خلال هذا الزر، يمكن تحديد ضبط استخدام قوة الإشارة، وضع منخفض لتحمل السرعات المنخفضة، كذلك يمكن كتم الصوت أيضا، يمكن إضافة العديد من الأصدقاء، كما يمكن نسخ ومشاركة هذا الرابط مع أحد الأصدقاء ليمكنه الدخول مباشرة إلى القاعة، أو كتابة عنوان البريد الإلكتروني، أو إضافة أحد الدوائر التي أنشأتها قبل ذلك من هنا. ألاحظ أني في هذا الشكل بداخل فصل افتراضي متكامل، يمكن التحكم في الأشخاص من يتحدث معي، يمكن تجاهل الصوت الخاص به، يمكن أيضا تقديم، يمكن عرض الملف الشخصي، يمكن وضع العديد من القيود حول من يتحدث، كذلك يمكن محادثة هذا الشخص عبر الرسائل الدردشة من هنا، ثم كتابة نص ترحيبي، كذلك يمكن أيضا إدراك بعض الأشكال، وكذلك أيضا يمكن إدراك بعض الملفات التي تم إضافتها على جوجل درايف، وليكن استبيانات صور إلى غير ذلك. يمكن إرسال ذلك هذا النموذج إلى الأشخاص، يمكن النقر عليه ثم حل هذا الاستبيان أو هذا النموذج. هذه المحاضرة الآن ليست على الهواء، يمكن بثها على الهواء مباشر يطلع عليها العديد. تشغيل بعض التطبيقات الأخرى مثل مشاركة الشاشة حاليا، أو مشاركة بعض التطبيقات التي أفتحها ثم مشاركة، سيرى الجميع هذه الشاشة التي أشغلها الآن، وعند الشرح عليها سيتم مشاهدتها للجميع. لإيقاف مشاركة الشاشة يمكن الإيقاف من هنا، كذلك أيضا هناك بعض غرف التحكم في الأشخاص من يدخل القاعة، كما ترون أن معي شخص يسمى محمد سلمان، يمكن إغلاق الفيديو، كذلك يمكن فتح المايك للتحدث، يمكن فتح غلق الدردشة أيضا، أو طرده من القاعة نهائيا. كذلك يمكن أيضا إضافة بعض التطبيقات الأخرى مثل إضافة اليوتيوب، وإضافة بعض الأدوات الأخرى التي يمكن استخدامها داخل الفصل الافتراضي من هنا، إضافة إلى المكالمة ثم السماح لها بذلك. كذلك يمكن استخدام تبويب اليوتيوب داخل هذه القاعة، ويمكن أيضا بإضافة العديد من التطبيقات داخل هذا الفصل الافتراضي. ولإنهاء هذا الفصل الافتراضي يمكن بالنقر هنا.